يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقل. رئيس جمعية جسور التضامن الاجتماعي، تفضل مشكورة. يلا تصفيق اخرى معها. انا امنيتي باه نحفظ القران الكريم. انا كنت مربيه اولادي في الدار، ما نخرج ما ندخل، مو بصح ربي كي جاب لي هذه الموهبه تاع القران الكريم نحفظه. نشكر المعلمه تاعي اللي حفظتني القران، والجمعيه في هذه المناسبه 8 مارس الجمعيه نشكرها شكرا جزيلا، وعلى راسهم السيده فتيحه. اضطريت في هذه المناسبه تاع 8 مارس باش نكرم الامهات نتاعي، وبفضل جمعيه جسور كرمتهم رئيسه الجمعيه السيده فتيحه ويسي، ونشكرها بزاف. كانت بعض النشاطات مع حفظه القران كرمناهم، ونتمنى لهم العمر المديد، ونقول لهم كل عام نتوما بخير والعقوبه العام الجاي ان شاء الله، وكل عام وهما في صحه وعافيه. هذه هي الامنيه تاعي ان شاء الله. كي يرفضوا الكتاب، انا الهدف باش التدريس تاعهم هو الكتاب. نهني الامهات اللي راهم حاضرين والجميع في هذا اليوم، وبمناسبه عيد المراه ارتئينا الا ان نقوم بهذه النشاط، وتكريما للامهات، واخترنا امهات الدارسات في الاميه وحافظات لكتاب الله الكريم. إذا ارتئينا الا ان نكرم امهاتنا في هذا اليوم